مشاهدينا الكرام، أنتم على قناة نورويب تيفي في حصة جديدة من أقوال الصحف الصادرة ليوم الثلاثاء فاتح أبريل. في الصفحة السياسية للأخبار اليومية، غضب النقابات يخرج الحوار الاجتماعي من ثلاجة الحكومة، كان هو العنوان لمقال حول ضغوط مكونات الأغلبية الحكومية وفلحها في جعل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران يقرر استئناف الحوار الاجتماعي الذي ظل مجمدا منذ تنصيب حكومته الأولى. بن كيران أفاد أن رفض مجالسة المركزيات النقابية قبل مسيرة الغضب التي تعتزم تنظيمها يوم 6 أبريل الجاري بمدينة الدار البيضاء، وقرر الشروع في جولات الحوار الاجتماعي مباشرة بعد تنظيم المسيرة. بن شماس يكشف معطيات مثيرة حول أزمة عاصفة هددت البام بموت محقق. العنوان اختارته المساء لمقال على صفحتها السياسية. حكيم بن شماس رئيس المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة كشف لأول مرة بحضور وسائل الإعلام بمدينة فاس أن حزب الأصالة والمعاصرة مر بمأزق حقيقي كان يعصف به بسبب أزمة داخلية حادة ارتبطت بما أسماه الضربات الموجعة التي تلقاها من أطراف سياسية ونقابية وإعلامية. اختارت جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالعاصمة الرباط الاحتجاج على عمدة المدينة باصدار بيان تؤاخذ فيه المسؤولين على تخصيص ميزانية لمحاربة الفئران والطفيليات في الحساب الإداري لبلدية المدينة مع عدم الالتفات إلى فئة التجار. المقال بعنوان تجار سوق الجملة بالرباط غاضبون لعدم تنفيذ أولو علو وعوده بإصلاح السوق على الصفحة الثانية لجريدة الأخبار. وفي نفس الصفحة دائما، بدأت بوادر الصراع على الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية تظهر في صفوف شبيبة الحزب، حيث عقد تيار محمد أوزين وزير الشباب والرياضة نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا بمدينة أكادير على مدى 3 أيام. الاجتماع توج بتشكيل تنسيقية وطنية للشبيبة الحركية وتوجيه رسالة إلى الأمين العام للحزب أحمد العنصر لمطالبته بالتدخل لتأجيل المؤتمر الوطني للشبيبة. المقال عنون بانطلاق معركة السباق بين أوزين والعنصر حول الأمانة لحزب الحركة الشعبية. تصور جديد في مسار اللقاءات بين المغرب والبوليزاريو في إطار الدبلوماسية الموازية. وقد كشفت مصادر مطلعة للجريدة أن الجولة القادمة للمشاورات ستجرى في الجزائر العاصمة بعد نهاية شهر أبريل. المصادر ذاتها أبرزت أن اللقاءات غير المباشرة بين الخبراء المغاربة وجبهة البوليزاريو توقفت خلال الشهور الماضية في انتظار التقرير الأممي حول الصحراء المغربية. المقال على جريدة المساء بعنوان جولة جديرة من الدبلوماسية الموازية بين المغرب والبوليزاريو بالجزائر. الأخبار الاقتصادية مع جريدة الأخبار والتي نشرت تحت عنوان المغرب يعرض منتوجاته في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات ببرشلونة، إذ أعلن المركز المغربي لإنعاش الصادرات أن المغرب سيشارك للمرة الثانية في المعرض الدولي للأغذية والمشروبات أليمانتاريا 2014 والذي سينظم ببرشلونة ما بين 31 من مارس إلى 3 أبريل الجاري. مشاركة المغرب في هذا العرض المرجعي في مجال الأغذية والمشروبات بشبه الجزيرة الإيبيرية يندرج في سياق تطوير الصادرات نحو السوق الإسبانية. يتوقع أن تؤمن مجموعة أليانس رقم معاملاتها بحوالي 13.7 مليار درهم في أفق 3 سنوات، وذلك بفعل الأنشطة السكنية التي تشرع المجموعة في إنجازها. المساء الثقافي ومقال بعنوان مدريد تبحث عن رفات سيرفانتيز لرد الدين لأمير الأدب. فبعد مرور 4 قرون على وفاة ميغيل دي سيرفانتيز مبدع شخصية دون كيشوت الشهيرة، قررت بلدية مدريد تمويل أبحاث غايتها الوصول إلى رفاته. المدير العام للتراث الثقافي في بلدية مدريد خوسيه فرانسيسكو غارسيا قال لوكالة فرانس بريس أن العثور على قبر سيرفانتيز يسمح بالإيفاء بدين كبير جدا حيال أمير الأدب في إسبانيا كشخصية تركت أعمق أثر في تاريخ البشرية.
من المساء الرياضي، خرجة يقترب من نوفارا. العميد السابق للمنتخب الوطني حسين خرجة أصبح قريبا من التوقيع للفريق نوفارا الإيطالي الذي يمارس في دور الدرجة الثانية. ولعب خرجة لعدة فرق إيطاليا كترنانا وروما وجنوا وفيورنتينا والإنتر ميلان، وخاض تجربة بفريق العربي القطري انتهت شهر ماي الماضي. مشاهدينا، إلى هنا ننهي جولتنا لهذا اليوم. نضرب لكم موعد في الغد مع صفاء أبو عائشة. دمتم في رعاية الله.